رجعنا بقى للفقره الاولانيه من برنامجنا النهارده. الفقره اللي انا ادمنتها هو باين لما كلمنا على الادمان، انا ادمنت الادمان فادمنت الفقره فاصبحت الكبسوله جزء لا يتجزا من حياتي. خلينا نرحب بضيف وضيفكم دكتور محمد رشدي الشارح حسون. من دكتور محمد صباح الفل عليك. صباح النور. ايه الاخبار؟ الحمد لله تمام. صباح ادمنتك انا على فكره يا باشا. صباح يعني المقدمه الجميله والرؤيه العظيمه فعلا، وطبعا وده الدور المهم اللي بيعمله البرنامج، اللي هو بيقدم معلومه فعلا مناسبه ومطلوبه ومهمه، وطبعا الغذاء على راس هذه المنظومه. بص انا اكتر حاجه بسطتني ان البرنامج بتاعنا ماشي مع الحدث، وده يوضح لك لما يبقى برنامج متخصص هو بيتكلم عن فهم. صحيح. لما جينا الحلقه اللي فاتت استضفنا استشاري التغذيه العلاجيه الدكتور وليد، وربطت لو تفتكر بماتش كره القدم فريق مصري فوز. وفريق من اوروبا سبب الفوز، واخد بالك انت، وعكسنا ده على التغذيه العلاجيه. صحيح. واخد بالك انت، انا اتبسطت ان على مدار الاسبوع اللي فات اكتر من برنامج رياضي متخصص ابتدى يستضيف اخصائيه تغذيه علاجيه. هو احنا حضرتك البرنامج بتاعك يعتبر في اول الاسبوع. ما لا ده حقيقه والله فعلا. أيوه. ده يوم الاثنين والاربع. ده دول اللي شفتهم على فكره. لا طول الاسبوع. وده يوضح لحضرتك برضو ان احنا عايشين. اصل احنا زي ما اتفقنا احنا ما بنتكلمش في اي حاجه. صحيح. انا قلت الحلقه اللي فاتت ما ينفعش اتكلم في الزره مش بتاعتي. صحيح. ولا ينفع اتكلم مش بتاعي. صحيح. انما بتكلم في الحته بتاعتي. صحيح. وعلشان كده دايما احنا مسابقين بخطوه. صحيح صحيح. وانا اتبسطت ان الفرق الرياضيه في مصر عندهم حد اخصائي تغذيه علاجيه، ولكن هيبقى انبساط اكتر لو في مراحل الناشئين. هو طبعا هو المفهوم ده النهارده اصبح مهم جدا على غير زمان. موضوع التغذيه العلاجيه ومفهوم التغذيه نفسه حصل فيه ثوره كبيره جدا وانقلابه. طبعا يعني ما عادش الفكره، كانت الفكره اللي هي ان احنا مش عايشين عشان ناكل، لا احنا بناكل عشان نعيش. كانت بتتقال وما كناش قادرين نستوعبها. صح. اصبحت النهارده بسبب التغيرات اللي حاصله لا قادرين النهارده نستوعبها ونشوفها ونعيشها، لان بدون ما انت تمشي على نظام غذائي او تغذيه علاجيه او تغذيه منتظمه هيبقى في خلل كبير جدا وفقد كبير جدا. خلينا بقى الحلقه اللي جايه الناس ما خلصناش لسه ما ابتديناش الحلقه. صحيح. اللي جايه نتكلم بما ان احنا الفقره بتاعتك الفتره دي بتتكلم على الادمان، عايزين نتكلم على النباتات الطبيه اللي فيها نوع الادمان. صحيح. حاضر. طب خلينا نرجع بقى، احنا برنامجنا احنا لو تفتكر الحلقه اللي فاتت كنا بنتناول موضوع الادمان. صحيح. عايزين النهارده نتكلم في ثلاث نقط، نعرف الاسباب والعلاج والوقايه. تمام. نبتدي الاول بالاسباب. الاسباب خلينا نقول ان الاسباب هو حضرتك قلت في مثلث الصحه وهو الغذاء والرياضه والدواء، برضك في مثلث للاسباب. أيوة. وكلنا عارفينه. أيوة. اللي هو على راسه الجهل والفقر يؤدي الى مرض. لو اعتبرنا ان موضوع الادمان ده مرض يبقى انا عندي فيه سببين بيخلوا في جهل وفي فقر وفي يؤدي الى مرض، فده مثلث برضك موجود. تمام. من احد الاسباب الرئيسيه دي رقم واحد. رقم اثنين التفكك الاسري. لو احنا الاسر بغير مترابطه يعني مبقاش في حوار زي ان احنا عاملينه دلوقتي، في حوار وبنفتح مواضيع وبنفهم ابعاد جديده. طبعا التفكك الاسري وكمان التنشئه الاجتماعيه. طبعا المهم جدا الوازع الديني. طبعاً قله الوازع الديني وعدم الفهم وعدم الوعي بان لازم يعني المؤمن ايا ما كان على يعني ايا دين، مؤمن بديانه اسلاميه مسيحيه ايا كانت الديانه، لازم يكون قوي ولازم يكون يعني صحته كويسه. مش يعني انت قصدك يمكن برضو من نقطه الديانه دي ان النهارده انت لما تبقى ايمانك بربنا قوي لما تحط في اي مشكله تلجأ لربنا تواجه. مش تقول عادي. صحيح. ترجعش للمخدرات. تمام. طبعا برضك من ضمن الاسباب اللي هو غياب بقى دور الاباء. اصبح النهارده في مشكله كبيره جدا، قد يكون الاباء اجتماعيا او يعني شكلا معذورين فيها، لكن هو اصبح بقت مشكله اشكاليه كبيره جدا اللي هو غياب دور الاباء، وخصوصا كمان زي ما احنا شايفين السوشيال ميديا والانترنت سهلت التواصل ما بين الناس وبعضها. فالنهارده لما تلاقي مثلا طريقه الحصول على المعلومه او طريقه الحصول على المخدر او الوصول الى المخدر اصبح بطريقه سهله جدا. عن طريق السوشيال ميديا، عن طريق الانديه، عن طريق حاجات ما كانتش الاول موجوده. بص يا دكتور، يعني هو تاكيد لكلامك، هو المدمن هيوصل للي هو عايزه. صحيح. هي دي الاشكاليه. يعني هو يحصل ازاي على الحاجه اللي ادمنها؟ هو هيوصلها حتى لو هيعمل ايه. خلينا انما احنا عايزين نتكلم في الخطوه الاستباقيه ان هو ما وصلش لمرحله ان هو ما وصلش. لا، وخلينا برضك ان انا بزود المعوقات. يعني الاول كان في معوقات. كان زمان مثلا كان لما يعني مجموعه شباب بتحب تعمل دماغ زي ما بيقولوا، يعني كان ليله العيد مش طول السنه، ف
فكانت في اجراءات معقده يعني. تعرف الدماغ دي عشان كده الحاله النهارده بعنوان الدماغ. الحاله بعنوان الدماغ صحيح. هو حتى الفقره الثانيه هتبقى بنتكلم على الدماغ. صحيح صحيح. فحتى النهارده النهارده الدنيا اسهل. طبعا من ضمن الحاجات اللي هو الثراء يعني الفاحش والصرف بدون قيد، كل دي من الاسباب الرئيسيه. انت قصدك الثراء الفاحش يعني هو لما يبقى معاه فلوس وما عليهاش كنترول. مفيش كنترول. يعني مش الثراء بالمعنى المطلق، لا. الثراء مطلوب مننا ان احنا كلنا اثرياء يعني مطلوب، لكن لازم يبقى فيه بالذات لان الاطفال او الشباب او المراهقين مفيش الخبره، مفيش الوعي الكامل. وبالتالي طب حضرتك كل شويه تقول المراهقين، يعني معنى ذلك ان موضوع الادمان ده بيبقى اكتر في مرحله المراهقه؟ طبعا مرحله المراهقه ومرحله التقلب المزاجي وقرارات والاستقلال. اللي هي من سن كام لسن كام؟ اللي هي بتبدا من سن حوالي مثلا نقول 14 لسن فيما قبل ال 20 يعني 18 19. دول اكتر ناس طبعا. دي الفئه اللي هي يعني كان في دراسه معموله على يعني الادمان في مصر، كان 7% من الشباب، 7% من طلبه المدارس والجامعات 7% مدمنين، وحوالي 15% مدخنين. معنى يعني حضرتك لو ترجع تاني للمثال الصح اللي كنا بنتكلم عليه من شويه، المفروض ان المرحله السنيه دي بتهتم بحاجتين، تهتم بالتغذيه وبالرياضه. طبعا طبعا. ما انا قلت اعتقد انت لو اهتميت بالتغذيه والرياضه مش ما اصبح حضرتك النهارده، اصبح النهارده كان زمان الحاجات دي رفاهيه، انما النهارده بقت ابليجاتري الزامي. صح. لازم النهارده انت الجيل اللي جاي او الاولاد، وعشان كده بنقول دور الاباء لابد ان يعظم اكتر من الاول. كمان بقينا محتاجين الاب اكتر من الاول كمان، اللي هو يهتم بعمليه التغذيه وعمليه الرياضه. فدي كلها يعني تعتبر اسباب من ضمن الاسباب. كمان برضو والمهم قوي الرفيق، يعني بيقول لك صحبة. انا كاتبها عندي والله. الصحبة. انا كاتبها عندي طبعا طبعا. فحتى يقول لك اختار الرفيق قبل الطريق. يعني ان الرفيق ده مهم جدا طبعًا. والصديق ده مهم جدا. هي بتيجي الاول البدايه بتاخد جره. صحيح صحيح صحيح. ما بتيجي من صديق. لان طبعا ليه الصديق بيبقى اخطر واحد هو الصديق. لان ده بيبقى دي الثقه، بيبقى ده موضع الثقه. لان الصديق هو موضع صديق يعني جاي من الصدق وموضع الثقه بالنسبه للانسان. فدي رفقه السوء هي دي طبعا من ضمن الاسباب اللي هي بتبقى احنا كده عرفنا الاسباب. تمام. هننتقل للنقطه الثانيه، والنقطه الثانيه دي بالنسبه لي هي اصعب نقطه. وهي العلاج. خلينا احنا بنتكلم على العلاج، لابد ان احنا نتعامل على هذا الموضوع، موضوع الادمان، نتعامل على انه مرض وليس وصمه. مرض وليس وصمه. لان دي مش نقطه مهمه جدا. مهمه جدا يعني. يعني بوصمه يعني انت ما تخبيش. والاهل ما يخبوش عادي. الاهل ما يخبوش، وانت تتعامل على انه مرض ولابد من علاجه. طيب. ولابد من ادارته. ودي مهمه جدا، واعتقد ان البرنامج بتاعك اول مره يقول هذا التعبير، ان هو نتعامل معنا انه مرض وليس وصمه. على فكره اول حاجه في العلاج هو انك تشخصه انه مرض، انك تقبله كمان، تقبله يعني تشخصه. انا كنت فاكر اديك مثال. اتفضل. زمان كانت الناس تخاف تتكلم في الامراض الجنسيه. صحيح صحيح. واعتقد ان في شركه، اول شركه نزلت دواء لعلاج الامراض الجنسيه، كانت مشكلتها ايه ده، ازاي ومش ازاي ومش. لما ابتدت الناس يبقى عندها الاورنس والوعي في الحلق، وعلى فكره كانت سبب خراب بيوت كتير جدا، لما تعاملوا ان هو مرض شأنه شأن اي مرض وابتدى يتعالج، اعتقد ده فرق جدا مع الناس. صحيح. فانا بقول لحضرتك طيب. اول حاجه لابد نتعامل على انه مرض وليس وصف. تمام. دي اول جزئيه رئيسيه. الجزئيه الثانيه ان عمليه العلاج بتاعه بتعتمد على يعني بقول يعني بلوكتين او عمودين رئيسيين. اول حاجه اللي هو العلاج اللي هو او البرامج العلاجيه. بالنسبه للبرامج العلاجيه الهدف منها ايه؟ الهدف منها زي ما حضرتك قلت ان انا امنع ان هو يصل للمخدر، امنع اعمل عمليه علاج لو حصل نوع من انواع زي ما بيقولوا اثناء عمليه الانسحاب نفسها. ما هو بيحصل ليه اعراض للانسحاب زي مثلا التقيؤ، العرق، الرعشه اللي هو التشنجات، الم في العظام، الم في العضلات، احساس بالاكتئاب، الاحساس بالميل للانتحار. دي كلها اعراض بتبقى عايزه نوع من انواع البرامج العلاجيه. تمام. طبعا بيتم التعامل معها بشقين، يا اما انت بتقلل يعني لها نظام بيقلل، يا اما بيقلل الجرعات بالنسبه للمخدر ده نفسه، او ان هو بيديله بديل اخر، هذا البديل بيكون عوضا عن او بتاثيرات اقل وعوضا عن المخدر الاساسي اللي كان عامل مشكله. خلينا نلخص العلاج عشان بس الفقره قربت تخلص في حاجتين. هو ان انت ما تكسفش انك تقول انت او اللي حواليك ان انت تعبان.
او صحيح. اللي انت بتعاني من مرض صحيح، وبعد كده بتلجا للجهات المتخصصه تتعامل معاه، تسلم نوم نفسك. صحيح 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 كده. لا وجزئيه ثانيه دي مهمه جدا اللي هي المشوره، لابد ان يكون له مستشار. المستشار ده والمستشار الاول والاهم هو الاسره. تمام. لابد ان هو ده اكبر داعم، اكبر داعم للايه، للمدمن او اللي هو عايز يتعالج. كمان لابد ان هو يكون في زي ما بقول لك كده نعمل نوع من انواع المشاركه العقليه والاجتماعيه. تمام. ما نخليش فيه فراغ كتير قوي، خلي مخه يشتغل، نقول له والله اعمل دي يعني بحيث. بس اعتقد يا دكتور حول وسط المرحله الادمان انت محتاج تروح لمكان متخصص مش هينفع عليك في البيت. ما هو ده اللي بقول، هم البلوكيتين دول مع بعض. دكتور في دقيقه كده محك موت بقى الوقايه من الادمان. الوقايه نقدر نقول الوقايه طبعا ان انت الاساس اللي انت ما تحاولش تجرب هذا الامر، دي رقم واحد. يبقى في عندك كده، يبقى احنا بناخد الاسباب ونخليها هي الوقايه. انت ما تحاولش تجرب هذا الامر. ثانيا في حاله مثلا لو انت مع دكتور بيوصف لك علاج معين، الدكتور نفسه يبقى حريص، خصوصا يبقى هو بخلي باله ادويه الارق، ادويه اللي بتعمل انخفاض للتوتر، الادويه دي كلها، الادويه اللي بتعمل ريليف للالام والكلام ده كله، لابد ان هو يبقى حريص، الدكتور يبقى حريص معاه وما ياخدهاش لامد طويل. دي رقم، دي الجزء الاولاني. طبعا والجزء الخاص بقى بالمراهقين، لابد ان هو يكون فيه تواصل مستمر بين الاسره وبعضها. طبعا لابد الاستماع جيدا، الاستماع جيدا، بتسمع ابنك كويس، مش يجي يتكلم معاك تقوم جاي ايه ده، لا بتسمعه وتحاول تساعده على انه فعلا يواجه هذا الامر. لابد في النهايه لابد ان يكون العلاقه وثيقه جدا بين الاسره وبعضها، واهم حاجه في دي بقى كمان لابد يكون في قدوه حسنه. لابد تكون انت قدوه حسنه. اشكرك لان هي فعلا لازم ننهي الفقره دي بالقدوه الحسنه واختيار الرفيق قبل الطريق. خلينا ان شاء الله الجمعه الجايه بقى ان شاء الله قبل نتكلم على، هنبتدي ناخد حاجه كده منتشره الايام دي، حاجه طالعه جديده في موضوع الادمان. ايه رايك ناخدها الاسبوع الجاي؟ اللي انت عايزه، تحت امرك. ناخدها الاسبوع الجاي. تحت امرك. خليني بنام عنكم اشكر الدكتور محمد راشد الشارح السوري. معاك دكتور محمد، اشكرك. بشكر حضرتك. على فكره انا فعلا ادمنتك. نرجع بقى فاصل ونشوف الفقره الثانيه، الفقره الرئيسيه عندنا قصه بقى المزاج، ايه الاغذيه اللي بتعلي المزاج وايه الاغذيه اللي ما بتعليش المزاج، مع المستشار الطبي والاقتصادي برنامج الدكتور هاني فرج. فاصل ونواصل.